مشاهدينا، وللحديث عن التطورات في غزة وسط ارتكاب الاحتلال مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، ومصير المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار والأسرى والمحتجزين. معنا من عمان عبر تطبيق زوم الأستاذ ربحي حلوم، رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. مرحبا بكم معنا أستاذ ربحي. أهلا بك أخي الكريم، مساء الخير. أهلا بك، مساء الخير. وعبر سكايب من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ياسر النجار، مساء الخير عليكم. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نبدأ مع الأستاذ ياسر. هنية يقول أو يعرض شروط المقاومة لعقد صفقة التبادل مع الاحتلال، ويقول أنهم لن يرضوا بأقل من وقف كامل للعدوان، انسحاب الاحتلال خارج غزة، إضافة إلى رفع الحصار وتوفير مأوى للنازحين. لماذا لا تدعم واشنطن هذه الشروط؟ ألا تراها تتسق مع تصريحات واشنطن الأخيرة بأنها تريد إعادة الاستقرار للمنطقة؟ حياكم الله. حقيقة أنا أرى أن إسماعيل هنية سلط الأضواء وركز على موضوع التناقضات هذه الذي ذكرت ما بين خطاب الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الأفعال التي تحصل على الأرض. بالنتيجة أعتقد أن إدارة بايدن جل همها الآن يعني ما يعرف بالعام الانتخابي، لذلك هو يقدر كثير التقدير أن لا يصطدم، أن يصل إلى حال صدام بينه وما بين نتنياهو من أجل أن لا يؤثر ذلك على الناخب الأمريكي المتأثر باللبي اليهودي. وبنفس اللحظة نرى أن بايدن أيضا لا يريد أن يخسر يعني كل هؤلاء الذين يتظاهرون في الشارع الأمريكي ويحاول أن يستقطبهم من خلال خطاب متوازن يريد أن يصور فيه أنه ضد عملية يعني استهداف المدنيين. بالنتيجة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بشيء ويعني تخاطب الشارع بشيء آخر، هي تريد أن بالنتيجة أن لا تخسر نتنياهو وتؤيده بالفعل على مستوى التطبيق عندما تمده بالأسلحة وتمده بالترسانة العسكرية وبعض الأسلحة المحرمة الدولية. كل هذا يعني لي بأنها تدعمه بخطته أو تعطيه الضوء الأخضر في خطته في اجتياح رفح. أما بالنسبة لموضوع استقطاب الشارع الأمريكي فهي مردها إلى أنه هذا الشارع غير منظم، لا يوجد حالة عربية أو حالة إسلامية أو حتى حالة حقوقية يعني متنامية بشكل تراكمي، وإنما هي عبارة عن تنفيذ أكثر منه حالة جادة في عملية الضغط على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تجد خوفا كبيرا من عملية مواجهة يعني استمرارها في عملية دعم إسرائيل ومواجهة هذا الشارع الغير منظم بحالة خطابية ليست فاعلة على المنحى الأرضي. نعم أستاذ ربحي، أيضا بالجانب الآخر، ما معنى تصاعد التصريحات بالحديث عن دولة فلسطينية قريبا من قبل أمريكا ثم من جانب فرنسا حاليا؟ هل الوقت تراه مناسبا بالفعل لمثل هذه المقترحات؟ أخي، هم يحاولون، يعني علينا أن نعرف أن الجانب الآخر الذي المواجه للجانب العربي هو خصم وليس حكم، وبالتالي يحاول استغلال الظرف الذي يناسبه لفرض شروطه. وبالتالي جاء هذا التوقيت حاليا في ظل التمزق العربي، في ظل ما يجري في المنطقة العربية، في ظل الهجمة الشرسة من الصهاينة، القراصنة الصهاينة على غزة إلى آخره. نعم. وبالتالي يحاولون فرض شروطهم، وتارة يقولون دولة غير يعني دولة منزوعة السلاح، تارة يقولون دولة يعني تحت رقابة دولية يعني إشراف طرف آخر إلى آخره. يحاولون طرح يعني زي ما كما يقول المثل يعطوا طعم يعني باللغة الدارجة للجانب العربي أن هناك إمكانية لإعلان دولة بالشروط التي يفرضها الخصم، وبالتالي محاولات جسد نبض لمعرفة ردة الفعل العربية المعنية في هذا الشأن. نعم أستاذ ياسر، في هذا الإطار وكما تفضل الأستاذ ربحي، الطعم الذي يقدم للدول العربية هل يأتي في إطار الحديث عن التطبيع في هذا الوقت
ألا تراه ربما يعطي دفعة قوية لنتنياهو الذي أصبح يترنح داخل حكومته وفي الداخل المحتل ويمدون العدو العون له بإنجاز ما، على عكس التقارير التي تشير أن هناك خلاف ما بين نتنياهو وبايدن؟ مبدئيا أولا لنفصل ما بين ما يحدث في داخل إسرائيل وما بين ما يحدث بخطاب دولي، سواء على مستوى تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل للخطاب الحكومات العربية والشعوب العربية. أعتقد أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لرمي الطعم كما ذكر الضيف في عملية أنها مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين، أعتقد أن هذا الأمر لمجرد امتصاص نقمة الضغط الشعب يعني في المنطقة العربية وضغوطاته على حكوماته، وأيضا امتصاص حالة يعني الحكومات العربية. ظني أنه لا يوجد يعني أي تطبيق حقيقي عملياتي على مستوى الواقع السياسي في هذه المبادرة، لا يوجد أي تشخيص لإيجاد دولة فلسطينية متقطعة الأوصال، لا يوجد لديها أي بعد حقيقي على المستوى الجغرافي بعد أن حاولت إسرائيل أن تقطع وأن يعني أن تسيطر على أراضي فلسطين بشكل أكبر ما يمكن. لذلك أعتقد أن هذه كلها محاولة للامتصاص. أما بالنسبة لإسرائيل ونتنياهو والضغوطات التي تمارس عليه، نتنياهو هو يجيد إدارة الشارع الإسرائيلي ويعلم أن هناك حالة نقمة كبيرة عليه وأنه سيتعرض إلى محاكم في حال انتهت هذه الأزمة بالنسبة له. لذلك هو يحاول أن يطيل هذه الأزمة أكبر قدر ممكن. هو يراهن على إدارة أمريكية قادمة وأنه سيكون بيضة قبام ما بين الصراع الانتخابي ما بين الديمقراطي والجمهوري. لذلك أنا لا أعتقد أن نتنياهو في صدد يعني ستكون له يعني ورقة إيجابية أن يكون هناك تطبيع كما يراد أن يصور اليوم، أريد له أن يصور في اجتماعات اليوم، ولكن أعتقد أن هذا التطبيع وهذا الضغط هو مجرد كلام من أجل يعني استقطاب نتنياهو، ولكن نتنياهو بالنتيجة لن يحتاج إلى هذه الورقة طالما أن الحكومة لديه يحاول السيطرة عليها ولا يتأثر بشراكاته المتواجدة معه، لا يتأثر بضغط الشارع بشكل الكامل، وخصوصا أنه لا يراعي فكرة يعني تحرير الأسرى لديه. بالنتيجة نتنياهو يريد أن تطول الحرب ولا يريد إلا أن يظهر بنتيجة الحرب مع طول وأمدها على أنه هو المنتصر، وسيراهن على عملية الصراع الانتخابي، وسيراهن أيضا على أنه ستقدم إليه أشياء كثيرة من أجل أن يخفف من الضغط على المجازر التي يقوم بها في غزة. نتنياهو لا يوجد أي ضغوطات عليه من أجل إيقاف حمام الدم الذي يقوم به في غزة. طيب هنا أستاذ ربحي، ما أهمية استمرار الدعم لمحاسبة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى اشتراك دول أخرى بالقضية المرفوعة، وخصوصا في هذا الوقت بالتحديد بينما يبدو مخطط تهجير الفلسطينيين أصبح واقعا بالعملية العسكرية المرتقبة على رفح؟ أخي، أيا كان موقف محكمة العدل الدولية أو الدعوة فتح القضية والمباشرة في طرح الموضوع الآن أو بعد غد أو غد أو غدا أو بعد غد، هذا كله ضرا للرمادي في العيون. محكمة العدل الدولية أساسا قراراتها غير ملزمة، وبالتالي لا فعالية لها إلا الشأن الإعلامي أمام الرأي العام العالمي. نعم. وبالتالي يعني الكيان الصهيوني الآن، القيادة الصهيونية ونتنياهو بالتحديد ومحيطوه غير معنيين، وقالوها بشكل واضح أنه لا شأن لهم بما يسمى محكمة العدل الدولية، وبالتالي لا يأخذون اعتبارا لهذا الشأن. هم يتصرفون وفق مصالحهم وقراراتهم ووفق ما يعني تتطلبه أوضاعهم ومكانتهم. مثلا أن نتنياهو حريص على تمديد ولايته إلى أقصى قدر ممكن، وبالتالي يحاول الحصول على إنجاز ما أيا كان هذا الإنجاز ليسجله كورقة ضاغطة باتجاه يعني دعم و إسناد
الحقبة القادمة المتبقية له. فلذلك كل يسعى وراء مصالحه، لكن نتنياهو بالتحديد يحاول فرض شروطه على الآخرين باعتباره الآن يتحكم في مفاصل الحكم لديه في ظل وجود خصمين عنيدين له، جانتس وجالانت، وبالتالي يحاول تحقيق إنجاز ما ليثبت وليقول لمحيطيه وللأطراف الداعمة له أنني حققت للدولة إنجازاً في هذه المرحلة الصعبة. نعم أستاذ ياسر، ماذا عن الموقف الأوروبي؟ ألمانيا وإيطاليا والعديد كذلك من الدول باتت تتحدث عن ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، هل تتوقعون تطور هذا الموقف للضغط على إدارة بايدن بإحداث اختراق ما وربما ينهي الحرب الدائرة حالياً في غزة؟ أعتقد أن التحركات الشعبية التي حدثت في الشارع الغربي في بريطانيا، في ألمانيا، في العديد من الدول الأوروبية أثر كثيرا على تغيير مواقف حكوماتها، إلى درجة أن هذه الحكومات لم تجد بدا إلا أن تصدع نفسها إلى يعني جملة القرارات التي تراعيها. أتكلم عن استهداف المدنيين في غزة وقتل الأطفال واستهداف يعني المنشآت الصحية، فمن لم يمت يعني تحت وابل النار إما يمت بنتيجة رداءة الأمور الصحية أو بسبب الجوع وحصار أطفال ونساء وشيوخ رجال غزة. بالنتيجة كل هذا الأمر سبب ضغوطات على حكوماتها. هذا الضغط أيضا يؤثر بشكل أكبر كون أن هذه الحكومات الأوروبية ليس لديها دالة على حكومة نتنياهو ولا على الشأن السياسي في إسرائيل، ولكن هي تخاطب الشريك الأكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية. لا. التي هي فعلا تستطيع وتمتلك أدوات الضغط على إدارة حكومة نتنياهو. لا. وهي تمتلك خطوات إيجابية نسبيا باتجاه معارضة نتنياهو، ولكن حقيقة الأمر يحتاج الأمر إلى ضغط شعبي بالولايات المتحدة الأمريكية أكبر. الآن اللبي العربي أو اللبي المسلم لديه فرصة كبيرة جدا، وهو أن الشارع الأمريكي يتعاطف مع مطالب محقة بشأن الدفاع عن دماء أطفال غزة وما يحصل من جرائم هناك، ولا يريد الناخب الأمريكي أو المواطن الأمريكي أن يساهم في عملية مد حكومة نتنياهو يعني من خلال جمعية ضرائب، أموال جمعية ضرائب، مزيد من قتل المدنيين. لذلك يجب أن يكون هناك إطار منظم بالإضافة إلى مواقف الحكومات الأوروبية، وهو الموقف الوحيد الذي يمكن أن يكون فيصلا ما بين يعني الحالة الانتخابية الديمقراطي والجمهوري، وأيضا بالضغط على حكومة نتنياهو بالشكل الأكبر. نعم أستاذ ربحي، أخيرا في الواقع الفلسطيني اليوم، إلى أي مدى ترى أن اشتعال الضفة الغربية بشكل أكبر توازيا مع صمود غزة وأهلها سيؤمن ربما صفقة جديدة وتفوت على الاحتلال مساعيه لتصفية القضية الفلسطينية برعاية غربية؟ أخي، كما تعلم الضفة الغربية يتولى الولاية فيها الآن محمود عباس، وبالتالي هو معني في التنسيق الأمني، معني في بقائه، خاصة وأنه يعني وضعه غير يعني ثابت، وبات يدرك أنه في أواخر مرحلته على وشك أن يغيب عن الصورة، وبالتالي هو لا وجود له ولا أثر له، وحتى وقبل ذا الآن لم يكن له أي أثر ولا أي فاعلية سوى الوجود الشكلي المقر والمرضي عن من قبل الاحتلال، وبالتالي ليس له دور في كل ما يجري، وبات الآخرون يبحثون عن بديل له من محيطيه في خلال الأيام الأخيرة، والآن هذا موضوع بحث جاد في أوساط الكيان الصهيوني الذي يريد أن يأتي بيدي ببديل يؤدي ذات المهمة الوظيفية التي يقوم بها أو أكثر قربا يعني وأكثر ولاء للإملاءات الصهيونية التي يملونها على السلطة الفلسطينية القائمة
التي تتلقى تعليماتها أو إملاءات الاحتلال وتنفذ رغباته وتحافظ على أمنه وهدوءه. من عمان الأستاذ ربحي حلوم، رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا. ونشكر من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ياسر النجار، شكرا لكم على وجودكم معنا في هذه التغطية.